أكثر مما أعرف. فقلت لعل ما أخيك يلم حوله عصبة من فتنة قريش لانتزاع الزيادة بحد السبب. ليس ابن أخي من يفكر في هذا، وقد عرفته قريش بأنه الصادق الأمين. ثم ما هذا يا أبا سفيان؟ جئنا لنتحدث في أمر رحلة اليمن أم في شان ابن أخي محمد؟ لا عليك يا عباس، لا عليك. أبو الحكم رأس بني مخزوم وسيد في قريش، فاحتمنها منه. ماذا بقي للوليد بن المغيرة إذن وهو عدل قريش؟ مخزوم ريحانة قريش وهما يتعادلان. ورحلة اليمن يا أبا سفيان؟ أنا مستعد لها. تعرف يا عباس أني أحب صورتك، فأنت رجل شهم شجاع وخير. أراكم بخير. إلى أين يا أبا الحكم؟ فالوقت طيب والمائدة عامرة. ما أظن أمر قريش سيمضي هنيا بعد الآن. أهلا بك يا مصعب، تفضل يا أخي. يا رسول الله، جئتك بخالد بن سعيد بن العاص. ابن صاحب التاج. ماذا يريد خالد بن سعيد؟ أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتك الله على الإيمان يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لغفور رحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الشكر لك يا رب إذا هديتني سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ما
ما بكم؟ ماذا تفعلون؟ ما نفعل؟ إننا نصلي، نعبد الله وحده، وأنتم في خيكم طمعون. ماذا فعلت يا إسحاق؟ ماذا فعلت ولم تؤمر؟ ولكني كنت أدافع عن ديني. سعد، ما لك يا سعد؟ كنا نصلي فهزئوا بنا، حمي الأمر، طردت أحدهم وأدميت رأسه. هذا أول دم أريق في الإسلام. هيا هيا. بلى يا أبا سفيان، جئتك منذ الصباح. جئت تكلموني بحديث أبي الحكم البارحة؟ بلى، وما أظنه إلا جاء لينكأ جرحا قديما ويوتر نفوسا قد هدأت. ثم أننا يا ابن عم، يا ابن عبد مناف، أبناء بيت واحد، وعبد مناف هي ذروة السلام من قريش. لا عليك يا ابن عمي، لكن إن كان ما جاء به صحيح فهو أمر جلل. ما جاء أبو الحكم إلا ليوسع الخرق في أبناء عبد مناف بين أمية وهاشم، لعله من خلال ذلك ينفذ إلى سيادة قريش، فهذا دأبه وهذا منتهى أمله. كيف ونحن في قريش؟ بأن يضربنا بعضنا ببعض. الأمر عندكم يا ابن عمي، إن كان ابن أخيك يجمع الناس حوله فلأمر ما له مبعده. ما عرفنا عن محمد إلا كل خير، فما لكم يا أبا سفيان تتسهرون وتتشاورون؟ مهلا يا أبا سفيان، أبو الحكم يريد زعامة قريش بضرب أحلافها ببعض. لا، لن يكون له ذلك، لكن لا أحد في قريش ينكر موضعه. أنا ما قلت هذا، لكن السيادة في عبد مناف وليست في مخزوم، فلا تأخذنها من غير أبوابها يا أبا سفيان. مهلا يا عباس، لا عليك لا عليك. هل جهزت تجارتك إلى اليمن؟ وإني لا أرجو من الله الربح الوفير. معني يا ابن عمي، معني يا عباس، نعم معني. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم.